هذه السنة كاين تميز بحيث أنه اختار المجلس أنه يتوجه واحد الفئة اللي رفعات التحدي اللي كتعيش الهشاشة اللي كتعيش الفقر، هما نزلاء المؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذلك فئة أخرى عندها تحدي وهو تحدي الإعاقة الجسدية. C'est un fruit qui permet justement d'avoir, d'être en bonne santé, de, bien sûr de se sentir mieux. Et ça, grâce bien sûr à ces vertus qu'on trouve par exemple grâce aux études qu'on a faites, que ce soit aux États-Unis, en France ou bien même dans d'autres pays européens. Le plus important, c'est que c'est un fruit qui est très riche en vitamine C. Il est plus riche en vitamine C par exemple que l'orange normale. Hein. لي ستاج ديتي اللي كنقومو بهم مع لا جوفنتوس هما البدايه ديال الاكاديمي اللي غادي تفتتح الابواب ديالها خلال شهر شتنبر المقبل دو مانيير اوفيسيال ا كازابلانكا. Vive l'alternance, vive le changement, vive la paix. C'est l'homme qui peut restaurer la paix au centre et au nord. C'est l'homme qui peut assurer qu'on est, il sera un président qui va écouter les Maliens. Je vous l'ai dit, il sera un président qui voyagera moins. 160 voyages en 60 mois, vous imaginez ce que ça peut faire. Je vous assure, je vous le promets, il ne fera pas ça. Il sera un président qui aura pitié de ce pays et de son peuple. Somadina, Dina Arti, ou Somaya ma cousine, ou voilà, Chile Karabnebehom. كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر وكنقول لهم كوراج ما شاء الله عليكم راكم غاديين في الطريق الصحيح. القطاع الخاص كيعرف اكراهات اللي يمكن الا بقات هاد المشاركه ديالو في المنظومه الصحيه غادي تضعف، والوتيره ديال الاستثمار في هذا الميدان غادي تضعف. اول الاكراهات هي التعريفه الوطنيه ديال العلاجات. اليوم عندنا تعريفه وطنيه ضعيفه جدا اللي قدمت لانها كاينه من 2006 واللي ما كتمكناش باش نعطيو واحد العلاجات في المستوى. من خلال نتايا لا فورماسيون ديالك اللي دامت ازيد من 14 سنه، نعم، فشنو جبتي من جديد كتكنيك؟ كنت اول جراح مختص في الجراحه التجميل والجراحه الاصلاحيه مغربي اللي دخل تقنيه التقويم ولا تجميل الانف بتقنيه الابر. اليوم منتوج الصناعة التقليدية كنلاحظوا أن الصناع والصانعات الحاضرين في هذا المعرض هناك تفنن، هناك إبداع، هناك تطوير المنتوج. مثلا مقارنة بمعارض سابقة نلاحظ أنه سنة بعد سنة هناك ميزة ديال تجويد المنتوج والرغبة في تطوير المنتوج. وطبعا هذا الأمر ما يمكن إلا أن نتمنه وأن نشجع الصناع والصانعات على مزيد من العطاء، مزيد من الإبداع، مزيد من تجويد المنتوج التقليدي والحفاظ عليه. دكتور على حسب فهمت يعني ممكن ان تدير هذه العمليه او بدون جراحه غير هي كتكون طومبوغيغ يعني عندها واحد المده ديالها مده الحياه ديالها يعني تقدر تقبض بين 6 شهور حتى العام حتى العامين. كنستعملوا واحد الماده سميتها الفيلر. ما تقوم به المندوبية العامة من برامج ثقافية وتربوية لفائدة النزلاء وخاصة الأحداث منهم، تم تفعيل هذا البرنامج ديال المخيم الصيفي للأحداث أقل من 18 سنة. تم اختيار السجل المحلي أزرو لكون مدينة أزرو كتعرفوها مدينة سياحية لتنظيم هذا البرنامج. هذا البرنامج غيكون على مدة 3 مراحل، كل مرحلة فيها 10 أيام وغتضم 120 نزيل في كل مرحلة. البرازيل انا مشيت على قبل مغياج فهمتيني، كنت مزوج معايا، مشيت بواحد النيه انني غادي نمشي فهمتي ترونكيل بخير مع المراه ديالي، كلشي بخير كلشي براسو. مشيت تما وليت تنتعرف على الناس اللي خايبين فهمتي، ماشي بارادتي،
فاش كنت انا تما كانت كتحاول تيفيتي عليا كاع دوك الحوايج الخايبين ما كتبغيش تبينهم ليا ما كانتش كتبغي تبين ليا دوك فهمتيني دوك صحابها اللي كانوا صحابها فهمتيني ودوك الدرب ديالهم هذوك كاملين قتالة واش فهمتيني هي ما كانتش كتخليني نتخلط فهمتيني في هذاك الجو هذاك باش ما نعرفش بزاف ديال الحوايج نحن تنضحكوا الناس فهمتي ماشي خطينا المشاكل خطينا الصداع خطينا دونك انا تنقول للناس من هذا المنبر الله يسامح كلشي تيغلط الا هو غلط ولا انا غلط ولا فلان غلط راه حنا ديالكم طاليس ما جمعتنيش بخدمه في الاول جمعتنا صداقه الخدمه جات من بعد يعني كاينه واحد لاباز اللي هي صداقه طراو مشاكل في الخدمه راه خدمه راه تيكون ستريس كيكون مشاكل يقدر يوقع اي حاجه ولكن نخدم معاه ما نخدمش معاه انا تنخدم مع كلشي فهمتي اللي جا مرحبا اللي جا بسم الله كاين النقش ديال اللي هو امازيغي عباره عن حروف ديال النواحي ديال اكادير سسمه صدرها اللي هو في الحقيقه كان واحد الحرفه اللي هي تنسات اللي هي عندها تاريخ وعندها جذور وتنسات ولكن كان الناس اللي كيرجع عليهم الفضل وهما اللي بحثوا مزيان في هاد الحرفه هذه وعاودوا حيوها يعني خسروا واحد شويه ديال الوقت من وقتهم مشاو طلعوا للجبال وطلعوا للديور القدام وهادي تيبحثوا وعاودوا عطوها واحد رونق اللي هو رونق عصري